هيبقى معانا تقرير برضو عايز اقول لكم مع لاعب من الحديد والصلب. طيب نروح كده نبص عليه وارجع اعلق عليه سريعا. معانا لعيب اسمه شعبان حسين، حضرتك هو بقى له كابتن الفرقه بقى له 5 سنين في النادي، جاله كانسر في القولون. المفروض ان هو طبعا اي عامل في الشركه، اي لعيب كوره بيتعور بيتعامل على حساب النادي، فعلى حساب الشركه. احنا المفروض كان عندنا النهارده اجتماع نروح نشتكي ونقول المرض لرئيس مجلس اداره. حضرتك واحنا داخلين الشركه اصلا ما رضوش يدخلونا. منظر شعبان يعني لو منظر حالته صعبه جدا، 40 بقى له 40 يوم محجوز في القصر العيني. طبعا جاله اللي يعني هو كان لا يحتاجهم في الدنيا غير 10,000 جنيه دفعهم في القصر العيني، طالما معهوش فلوس. وحضرتك عارف عندنا فردنا اللي معهوش فلوس بيموت، التعبان معهوش فلوس بيموت. فطبعا جينا هنا اتحاد الكوره، صراحه ناس محترمه جدا، باشمهندس احمد مجاهد، باشمهندس عزمي، واللي هو احمد فوزي، ويعني بصراحه واستاذ مجدي متناوي خدوا بصراحه الموضوع وبعتوا معانا اللي هو احمد فوزي يروح الوزاره الصحة، وان شاء الله على امل ان احنا يلاقوا محل عشان ينقلوا شعبان، ان فعلا كل يوم هو بيموت. يعني هو كل يوم بيموت، احنا يعني احنا لعيبه معاه، يعني احنا شفنا منظره. فبصراحه احنا ما كناش، احنا قلنا مش هننزل النادي، مش هنتمرن خالص لما حق شعبان يجي ان شاء الله. يعني مسؤول الحديد والصلب فين الناس؟ يعني انا الحقيقه مش قادر افهم، هل الناس مش شايفه التقرير ده؟ هل المسؤولين هناك او المسؤولين على الفريق مش عارفين ان في راجل تعبان كده؟ هل هم مستنيين اما الناس تصور وان الراجل لا قدر الله اما الراجل يموت؟ يعني اما هو الناس ما بتخشاش الموت او تخشى المرض، هتتكلم في ايه؟ انا الحقيقه مش فاهم. ده مش ده دي مش 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 لعيب عنده حقوق ولا عنده فلوس ولا راجل عنده ملايين، ده راجل غلبان في حياته كلها ما عملش غير 10,000 جنيه. ما تقفوا مع الراجل وتعالجوه، ايه المشكله؟ ما انتوا شركه في الاخر، ايه الموضوع؟ اي بند ده راجل كان بيلعب في النادي وحالته الصحيه كده تعبان، ايه المشكله ما الناس تقف معاه؟ الحقيقه انا مش عارف. طبعا كل الشكر للناس صحابه والناس اللعيبه وزمايله اللي راحوا واقفين وعاملين وقفه وقابلوا ناس في اتحاد الكوره ومش عايزين ينزلوا. يعني يا جماعه هو البني ادم ما بقاش ليه قوي تمن كده، يعني بقى رخيص قوي كده. يعني امور شايف ان اي بند، يعني اجتماع مجلس اداره وتاخد اي بند، ده راجل معاك في الفريق، ما حضرتك اصرف عليه عالجه. يعني بنوجه النداء بس ان حتى الناس في شركه حديد الصلب يعني يكون عندها بس بعض الرحمه. يعني دي في النهايه شركه، احنا مش بنناشد حد ادفع ملايين لحد، ولا حد عايز منك، ولا حد نادي راح لنادي ولا حاجات كده. ده مرض، ونتمنى برضو مسؤولي اتحاد الكوره خلاص لو مسؤولي الحديد والصلب ما اتحركوش يتصرفوا مع الراجل، او في الراجل في الاخر لعيب كوره يجدوا له حل ان هو الراجل يتعالج. يعني بنوجه دعوه يا رب الناس بس تسمعنا ان شاء الله. يعني